السلام عليكم البنات، صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير صحيحه من ورا كل شيء. هو هذاك كي كتشوفوا ما تعطلتش عليكم دغيا في الفيديو، حيت هذا الفيديو البنات تتمه ديال الفيديو ديال البارح، غير باش ما يجيش لكم الفيديو ديال البارح طويل 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 بزاف، فقلت اللهم نحط بعد هذاك الشيء باش تشوفوه مزيان، وعاد نحط لكم تتمه ديال الفيديو. حتى انا والله صراحه كنت عييت. ايوا ما فيها باس، المهم انا حطيت لكم التتمه ديال الفيديو. كيف قلت لكم عندي عبايات ديال الصايا نبارطاجيهم معكم ان شاء الله، ولكن قبل كيف العاده نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدا لكم البنات، ما نطولش عليكم بزاف، بالعبايه ديال الصاره. كي قلت لكم انا راه الاضواخ ما شاء الله كلها، وشنو كيعجبها كي اللي قالت لي جيبي لنا الصايا بالسروال طويله دو بياس، ما شاء الله كي قلت لكم الاضواخ كتختلف، ومازال اقتراحات بزاف كلها، وشنو كتقترحي عليا؟ ان شاء الله يا ربي الله يقدرنا ونلبي كاع الرغبات والطلبات ديالكم. شكرا على حبكم، شكرا على ثقتكم. العبايات ديال البارح البنات اللي بارطاجيت معكم بالسروال، ما شاء الله الكميه كامله اللي كانت سالاو، الصي كان مازال غير شي حاجه قليله. علاش العبايات سالاو دغيا ديال السروال؟ حيت صراحه تباعوا ليا في الدار قبل ما نبارطاجيهم معكم، وحتى هادو راه تباع منهم شي حاجه، تباعوا ليا هنايا في الدار قبل ولاو الناس ما شاء الله هكا اللي في السخيرات ولا النواحي كيجيو عندي كيشوفوا بعويناتهم وكيتقداو في الداو لي اختي السلعه خلاوش ليا بزاف داكشي باش تسالاو ليا. المهم بالنسبه للموديل ديال الصايا هانتوما الناس، انا رجع للور تشوفوه ما شاء الله حتى هو كيجي زوين. اول مره الناس في خباركم، اول مره انا براسي نشوف هذا الموديل، زعما نلبس الموديل ديال الصايا ما كانش داخل ليا البالي، ما عمري زعما قلت كنت كنفكر انني نشريه، ولكن بنات شفت بزاف كيبغيو قلت سمع كيف هذا الموديل صايجي زوين. هانتوما البنات ما ديرش عندك ما شرعتو، والله القسم ما كنحدد ما حتى حاجه، راه كيكونوا مطويين وجايين في الطريق وشحال كيدوز على هاد الحوايج، وهما في الطوي هما زعما في البلاستيكه ومطويين وشي فوق شي، راه غير كنحل البنات وكنلبس والتصوير على طبيعته، ما كاين لا فلتر لا والو. وبالعكس ملي كتشوفوا البياسه ملي كتشدوها توصلكم، والله القسم الى البنات في اللي عندي في الواتساب وكيتوصلوا بلي كوموند ديالهم، راه كنخلي لكم لي ميساج ديالهم، كيقول لي اختي فاطمه الزهره التصوير حاقر هذاك الشيء واعر احسن من التصوير. المهم البنات شوفوا في هادو البياس، كاينه الصايه هانتوما البنات، ها هي دي الصايه ما شاء الله كتجي التوب ديالها حريري، هانتوما كتجي زوينه وكتجي هابطه حتى لتحت، تلبسوها مع موكاسان ولا مع سبرديله، درتها البنات مع سبرديله كي كتشوفوا، والفوقاني ديالها ما شاء الله كيجي طويل، هانتوما راه كيجي كلوش، شوفوا هكا راه كيجي كلوش هاد القميجه هذه الفوقانيه، كتشوفوا شحال كلوش، راه ما كتبينش نهائيا لا كرش لا جناب لا التفاصيل نهائيا ديال الجسم ديالك، كوني هانيه كتجي من التحت من القدام شويه قصيره، ومن اللور كتجي طويله، شفتوا من التحت كتجي من القدام كتجي غير حد الركبه، ومن اللور كتجي شويه هابطه. وهذا اللون الترابي البنات، اللون الترابي مع اللون الاسود، فيها الدونتيل وفيها الصديفات هكا كي كتشوفوا، هابطه بالصديفات وفيها الدونتيل دايز ليها من هنا ومن هنا، وعندها كلاستيك في ليديدات وصافي الدونتيل بحال هكا. وهذه من الاحسن تدار مع فولار كحل، على وديت داخل فيها الصايف في الكحل، داخل فيها هادشي في الكحل، من الاحسن انا بالنسبه ليا دار مع فولار سامبل في الكحل وصاك حتى هو في الكحل. بالنسبه للصيك انا البنات راه بقات فيهم كميه قليله بزاف، المهم اللي بغات شي حاجه تواصل معايا. هانتوما اختي شوفوا اللبسه كيفاش كتجي، الصراحه كتجي ما شاء الله زوينه، حتى هاد اللوين هذا زوين حتى هو بزاف. هانتوما البنات شوفوا البنات اللون الثاني هذا الرمادي الكري حتى هو ما شاء الله زوين. بالنسبه لهاد العبايه تبان لكم شويه كبيره عليا، هذه البنات فيها الطروه، هذه فيها الطروه اكس ال، بالنسبه لهاد العبايات فيهم الاكس ال دوبل طروه، صافي لي طاي ديالهم اللي فيهم الاكس ال دوبل طروه، هذه اللي لابسه انا الطروه داكشي باش شويه راه وافيه عليا، الاخرى الاكس ال جاتني مزيانه. هانتوما حتى هي فيها الدونتيل ديز هكا صديفات، الدونتيل من هنا فيها الاستيكات هكا بانداج في الجناب، وفيها البنات الصايه بحال الاخرى ها هي دي، شوفوا البنات الصايه ما شاء الله، وكتجي في الطول طويله وزوينه ساتيره، والصويك اكيد درت معاها الصاك الكحل باش جا مواتي معاها. بالنسبه لهاد العبايات البنات راهم ديال مصر، هانتوما
راه ديال مصر ها نتوما السمري. صراحه الثوب ديالهم الخدمه ديالهم زوينه بزاف والكاليتي ما شاء الله. الناس اللي خداو من عندي يكفي انك الا بغيتي شي لون اولا شي عبايه من هادو سكريني وصيفط ليا في الواتساب. عفاكم البنات اللي بغات شي موديل غير تسكرينيه وتصيفطوا ليا كتسهل عليا. دابا شحال حنا كنضحك كتقول ليا شحال هاد شحال العبايات. كاين اللي شاف شي اول فيديو مثلا حطيته العبيت كاين الله شافته مثلا سكرينك ليا غادي نقول هذيك العبايه راه ما عنديش ولا راه مازال لي فيها الالوان الفلانيين ولا ونعرف حتى الثمن واخا انا كنذكر لكم الثمن في الفيديو كتعاودوا تقولوا لي شحال الثمن. فراه ما شاء الله يدي بوحده البنات وعندي بزاف ديال لي ميساج بعدا راه ما كنجاوبش في لابيل واتساب بيزنس ما دالوش ديك لاكسي باش انا واخا نبغي نجاوب مثلا كاع ما غاديش دوز ليا باش نجاوب ابل. كنجاوب لي ميساج كاملين لي زوديو كاملين كنجاوبكم غير بالنوبه حيت ما شاء الله كيكون الضغط وكيكون لي ميساج كثار. والصراحه اللي كتسهل عليا اللي كنلقاها مسكرينيه ليا كتقول اختي فاطمه زهره هاد العبايه بغيتها ها الطاي ديالي واش كاينه كتكون داخله الفيديو عارفه الثمن شاف داكشي اللي بغات ديك الساعه كنمشي معاها في الهضره نعاود نشد معاها العبار بالميترو نعاود نقد معاها كلشي هكا كنتعاونوا مع بعضياتنا. هادشي اللي كاين البنات ومرحبا بالجميع. وكاين البنات هاد اللون هذا هاد الغوز حتى هو جاي زوين هانتوما بنفس التفاصيل ديال الاخرين الصايا جايه بحال هكا ما شاء الله زوينه كلوش هانتوما البنات جاي زويونه. المهم هادو هما ثلاثه ديال اللوينات. وكاين البنات الكحل في الكحل كاينه القميجه الفوقانيه في الاسود وكاينه الصايا ديالها حتى هي في الاسود صافي حتى هي راها كاينه. غندوز لكم اللوين اخر شوفوا البنات عاوتاني هذه فهاد اللوين بحال ماشي اورانج هذا ما هو اورانج ما هو مارون بحال ياجوري قمحي. المهم انتما كتشوفوا واحد اللوين اللي زوين بزاف حتى هو مع الفولار كحل. والا لاحظتوا البنات هاد الموديل هذا ما فيهش الدونتيل بحال الاولى فيها ديك ديزا بالدونتيل في الكحل هذه فيها غير فري فريم هنا مسدر. اما حتى هي راه فيها الصديفات وفيها هكا هاد الباندا هذه من الجناب غير هي ما فيهاش الدونتيل فيها هاد الفريفرات هادو من هنا وصافي. اما راه بحالها في كل شيء البنات راه بحالها في هذا في اللبسه صافي. وبالنسبه للثمن البنات ديال هاد العبايات هادو اللي بالصايا دايرين 330 درهم بالنسبه للصاك داير 140 درهم وبالنسبه للساعه دايره 130 درهم. هادو بالنسبه للعبايات البنات. بالنسبه للتوصيل كنديروا التوصيل لجميع المدن اللي كاينين في المغرب فين ما كنتي غادي توصلك الامانه ديالك. الا كنتي في الرباط ولا سلا التوصيل ديالهم 25 درهم. كنتي في اي بلاصه في الصحراء في اكادير في اي بلاصه في المغرب توصيل 35 درهم. كنتي في الصخيرات اختي مرحبا بك اجي عندي وشوفي وقيسي راسك وخذي داكشي اللي حبيتي. المهم البنات التوصيل 24 ساعه كتوصلك الامانه ديالك الا عطلات وكان شي شويه ديال الروطار 48 ساعه. اما هي الناس كاملين كتوصلهم الامانه ديالهم في 24 ساعه الحمد لله. البنات بغيت نبارطاجي معكم دابا هذا الموديل واخا ما عنديش فيه لي طاي وما عنديش فيه كميه كبيره. بالنسبه لهذا الموديل شوفوا ما شاء الله كيجي زوين وهاد الطايله بصراحه ماشي ديالي راه كبيره عليا. هادي البنات دوبل اكس ال. بالنسبه للعبايه كتجي سامبل وكتجي كلوش البنات وفيها واحد السنيسله من لهنا لهنا المهم كتجي السنسله فيها غير حد هنا بالنسبه للناس اللي كيرضعوا المرضعات ويديها. شوفوا جاي فيها واحد السداده هنايا واحد الصديفه كتسد من لهنايا وفيها الطرزه هذه شوفوا ما شاء الله الطريزه ديالها شحال زوينه. هذا اللون البلو مارين اللي لابسه انا وجايه بالكول ديالها طالع شويه هكا ماشي طالع غير شويه بحال هكا وبالسنيسله من لهنايا. وانتم شوفوا البنات وكتجي كلوش غير ها انا كي قلت لكم هكا خصها تجي في اللبسه انا راه كبيره عليا حيت ما كاينش فيها لي طاي تسالت ليا حيت هذه البنات حتى هي تمشات قبل ما نحطها. هذه فيها البنات غير الدوبل اكس ال. بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا الدوبل اكس ال ديالكم هذه انتم شوفوا كي كتجي فنه في اللبسه تخرجي بها اولا كاف نهار ديال العيد ولا مهم زويونه بزاف. هانتوما البنات اللي بغاتها سكرينيا وكيت لكم راه فيها فقط الدوبل اكس ال. هانتوما البنات شوفوا لي هذا الموف ديالها ما شاء الله موف زوين بزاف. شوفوا هذيك اللي قيس لكم قبيله البلو مارين شوفوا الموف كي داير واحد الموف فن وفيها الطريزات هي سامبل العبايه وباش مميزه بهاد الطريزات اللي كاينين في اليدين
والثوب ما نعاودش لكم عليها البنات، الثوب حريري طايح طايح طايح، واحد الكريب ديالو الممتاز، الكريب الممتاز البنات ديال نجم الفاخر، الكريب الزوين ها نتوما. وفيها كيف قلت لكم سنيسله من هنا حتى لهنايا وصافي، وجاي سامبل الاناقه ديالها في هذه البساطه ديالها، والكميمات هما اللي فيهم طريزه. ها هو اللون الثاني، بقى لي لون واحد حيت فيها كي قلت لكم غير ثلاثه ديال اللوينات، والدوبل اكس ال فقط، ولكن دوبل اكس ال ما شاء الله وافيه. شفتوا سعدات اختي اللي كتلبس الدوبل اكس ال. شوفوا لي البنات هذه النخوه والاناقه يا اختي، الكحل الكحل زوين بزاف. شوفوا البنات حتى هي في الكحل، واحد الكحل فيها زوين زوين زوين، وعاد الشعر ديال السرجم ما كيخليليش ديك الاضاءه زوينه. قلت لكم شوفوا على كحل فيها البنات، وفيها الطريزه داخل فيها اللوين هذا، شوفوا جمع هذا الفولار زوين داخل هنايا فهاد الطريزه هذه، ما شاء الله جات العبايه فنه البنات، جات في اللبسه ديالها عرفتي، جات في اللبسه ديالها سامبل انيقه وزوينه، فيها غير هاد الطريزات هنايا ميزاتها. مهم بالنسبه لهاد العبايه البنات كي قلت لكم فيها الدوبل اكس ال، وفيها ثلاثه اللوينات الكحل الموف لا مازال لي واحد اللون واقيله بلاتي نشوف، الموف الكحل شنو اللي قيست لكم البلو مارين بلاتي البنات واقيله بلاتي نشوف واش مازال فيه واحد اللون ونرجع لكم. ها انتما البنات على شويه ما ننسى هاد اللون الزوين، شوفوا شوفوا على اللون كيحمق كيحمق، واحد الخضر ما عرفتش واش باين لكم ولا لا، شوفوا شوف واحد الخضر كيحمق كيحمق البنات فن، عرفتوا هادي حتى اللي ما كتلبسش هاد اللباس هذا كتلبس جلابه بغات تبدل داك ستيل الجلابه شويه، وتكوني هكا خارجه معروضه غاده مع صحاباتك كشي عراضه عند شي وحده ولا العائله مجموعين ولا عرفتوا. النخوه النخوه يا البنات فن فن، حمقتني ساعه خساره الدوبل. ما غاديش ما جاتنيش البنات، صافي فيها السلسله كيف قلت لكم هنا كتسد من هنايا بهاد السدادات هادو، وجايه زوينه بالنسبه راه مهم راكم اللوان نتوما شفتوا هاد الاربعه ديال اللوينات هما اللي فيها، بالنسبه للثمن ديالها 330 درهم، هذه كان خصني نبيعها ب 350، انا هادشي كاع اللي كاين هاد النهار غنخلي لكم 330 درهم. كيف شفتوا البنات راه فيها غير هاد اللوينات وغير هاد الحبات، فاللي مكتاب ليها ان شاء الله راه غديها، كنقول ما دي غير اللي مكتاب لك. ندوز نكمل لكم البنات، قولوا لي شكون اللي عقلات فيكم على هاد العبايه اختي، شكون شكون شكون، شوفوا 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 فنه فنه هاد العبايه اللي كنت بارطاجيت معكم في العبايات ديال العيد الصغير في رمضان، ما شاء الله لا هي ولا اللي عندها طريزات في الجياب، هذه عندها طريزات هكا في اليدين والاخرى عندها طريزات في الجياب، صراحه تباعوا بواحد السرعه ما شاء الله، وكان مازال عليهم الطلب ولكن ما كانوش حتى دابا البنات راه ما كاينينش. ملي مشيت جبت هاد السلعه اللي صورت معكم قبل لقيت شي حبات، لقيت شي حاجه جبتها بارطاجيتها غير في ستاتوي الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب، حطيتها لهم في ستاتوي بجميع الالوان، واقيلا شي خمسه ولا ديال الالوان اللي كنت ديجا بارطاجيت معكم، ما شاء الله مشاو اللوينات كاملين، بقاو جوج حبات، بقاو جوج حبات اللي هي هاد الموف، صراحه هاد الموف فن فن، هذا غير ما لقيتوش المره الفايته ما ناخذو انا، شوفوا على موف كي دايره البنات، جايه في الصيفات هكا جايه، شوفوا شوفوا السيل ديالها، هذه كان العيد شي خريجه زوينه شي مناسبه، مهم فن البنات، الثوب ديالها سعودي، هذه عباءه سعوديه، واحد الكريب بارد وزوين طايح انتما كتشوفوا. هذه البنات الثمن ديالها 330 درهم هي باش بعتها اكيد، ولكن مازال لي فيها جوج حبات اللي هو هاد راه تباعت في 16 حتى 16 تبارك الله، بداو كيدوزوا لي كوموند، بقاو فيها جوج حبات هاد الموف، وغادي نوريكم اللون الثاني اللي هو بلو بيترول، وها هو ذا اللون الثاني البنات، هذا بلو بيترول ها نتوما، حتى هي فيها الطريزات في اليدين وجايه زوينه ما شاء الله، الثوب ديالها عفتو بارد زوين بزاف، فيها صديفات من هنا كتجي، هذه ديال اللبسه البنات ديال ماشي ديال ديما ديما ديما، هذه ديال كي قلت لكم شي خرجه زوينه شي كجلسه مع العائله العيد، مهم ماشي ديال العبايه ديال ديما دير المدرسه جيب من المدرسه كيف ما ديجا قلت لكم. وهذا الشيء اللي كاين البنات بالنسبه لهذا الفيديو، جبت لكم قاع الخافيه كاع العبايات اللي في هذا الفيديو الثمن ديالهم 330 درهم، اللي عجبتها شي حاجه سكريني وتصيفط ليا في الواتساب. بالنسبه للساعات البنات هادو طاكتيل كازيو اللي بغاتهم حتى هما 130 درهم، مابقاش ليا في الكحل مازال ليا غير في الدوغي. بالنسبه للسيكان السيكان البنات مازال ليا غير شي حاجه قليله حتى هي 140 درهم. هادشي اللي كاين البنات، وهنا غادي نختم معكم الفيديو، غادي نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.